السلام عليكم، تفكتم لكم مقطع جديد. اليوم يا جماعة الخير راح نتكلم عن سناب شوت جديد، وهو عبارة عن 3 سناب شوتات انا ما نزلت عنها. فلا تنسوا لايك وشاركت مشترك. اليوم راح نشرح لكم عن اشياء جديدة وعن الاران ما له دخل، والجنريشن الجديد وكيف راح تسوي لك عالم وتنقل عالمك القديم الى الجديد. وشوف الجبل كيف صاير، اقسم بالله شيء خرافي. هذا شيء جديد، اذا ما خاب ظني هذا شيء جديد. مستحيل ماينكرافت القديمه ان يرسبن لك جبل زي كذا. من اول تغيير بضيف لكم، واغلبكم شاف لو يتابع مقاطعي راح يعرف التغيير هذا، اللي هو الاضافات الجديده من الميوزك. اضافوا ميوزك جديده لماينكرافت اللي هي حقه الجبال والاشياء هذه. طبعا اللي مسويتها هي لينا رين، اتوقع لينا رين، يمكن يا لينا رين مسوي اكثر من ديسك، وهي اللي صانعه حقه البيك ستيب. طبعا ما اقدر اشغل الاغاني هنا لان ما في ديسكات كامله. نجيب جوك بوكس ونحط فيه الاغنيه واسمعوا الاغاني اذر سايد. طبعا ما في الاغاني كلها ضايفينها، ما ادري ليه، بس ان شاء الله يضيفونها بالايام القادمه. طبعا على حسب المكان اللي انت فيه راح تشتغل الاغنيه. والديسك هذا الجديد راح تلاقيه وين؟ راح تلاقيه بالماينشافت بالسبونرات او الصندوق، او تلاقيه بانك تخلي الكريبر يموت عن طريق السكلتون والطريقه القديمه. طبعا في اغاني مره كثيره، واتوقع لو تتابعون مقاطعي انا حطيت اكثر من اغنيه مقاطعي اللي راحت. عشان كذا احفزكم انكم تضغطون الاشتراك وتتابعوني بمواقع التواصل الاجتماعي عشان تشوفون المقاطع باقرب وقت، صح ولا لا؟ اي صح. اذا نطلع للقسم الخارجي او باللعبه او المين منيو، لو نضغط اوبشنز راح نلاقي شيء جديد اسمه اونلاين. الاونلاين هذا في شيئين، اذا تبي تحط اشعارات الريلمز او تطفيها تقدر تطفيها هنا. طبعا انا ما استعمل ريلمز. الو سيرفر ليستنجز، تعرفون في مواقع تبين لك انت اي سيرفر داخله، اي سيرفر تلعب فيه حاليا. لو تخليها اوف ما راح تبين بالسيرفرات، لو تخليها اون راح يبين. طبعا ودي اجربها داخل اللعبه، لو كان في بسيرفر راح يطلع لك قائمه الاونلاين ومن خلالها تقدر تتحكم بالسيرفر. فالان لو نسوي اوبن لان ونسوي اونلاين، ممكن انه يكون في اونلاين او لا، والله ما ادري، اتوقع لا ما في اونلاين. لكن لو ندخل سيرفر ممكن انه يطلع لنا قائمه اونلاين ونقدر نتحكم بالاشياء. اوكي، خلصنا من الاصوات وخلصنا من الاشياء هذه. الان بتكلمكم على التغييرات اللي صارت بالجنريشن، لكن بشيء خفيف وطفيف. لو تنزل تحت الكهوف راح تلاقي ان المويه صارت اقل من ناحيه فيضانات. طبعا هذه مو مويه تعتبر، لكن لو نبحث عن مويه، ابي مويه كذا قرقانه، ايوه هذه صارت اقل ان تكون فيها شلالات. والسبب للتغيير هذا عشان يبونك تستكشف بالسفينه، مو دائما تطيح وتغرق ومدري ايش. بنفس الوقت قللوا على عدد اللافا الموجوده داخل الكوف او الاكواتيك او الفلويد يعني حقها، فصارت اقل بكثير من ما كانت عليه. فلو ندخل كوف الحين ما راح نلاقي بحار كثيرة و45 موية داخل الكوف، فهذا شيء تغيير مرة حلو وحبيت الصراحة. فهذا مثل ما تلاحظون هذا كيف غرقان، ما تقدر تستعمله أو لا لحظة تقدر أصلا تستكشف بالسفينة، والله شيء خرافي الصراحة. الثلج صاير تحت. أيضا من التغييرات اللي صارت قللوا على السيميوليشن ديستنس، أو خلوه يتحكم أيضا بالموية والبحار. فاذا كان عندك بحر او كان عندك ريدستون تحت الارض، انتبه انه ممكن يخرب عليك الريدستون بسبب ان المويه ما راح تتحرك اذا كنت بعيد. طبعا هذا شيء تجريبي لحد الان، فبيعدلون عليه وبيحسنون منه، لكن انا اتوقع اضافه جميله عشان تحسن من قوه اللعبه وسرعتها. ايضا من الاشياء اللي صارت هذا غيروه، ما ادري وش كان اسمه بس غيروه. طبعا لو تلاحظون قاعد يشرح لك على كل واحده فولي بلوكينج، معناته انه اول ما تطالع تشنك جديد راح يسوي له ريلود على طول. ثريدد بيستكشف لك العالم، ولو كنت بطريقه سريعه راح تلاقي فجاه حفره كذا باينه وتنتظر لين ما يسوي ريسبون. طبعا اذا كان جهازك سريع ما راح. سيمي بلوكينج يسوي نص ونص من ناحيه انه يسوي ريسبون للعالم. لو تلاحظون شوف كيف بلوكينج، شوف كيف صاير على طول اول ما سويناه. سوي ثريدد احس في فرق، بس هذه الاشياء الجديده بين كيف صاير تحت البحر. طبعا من التغييرات ايضا اللي صارت في هذا السناب شوت، وهذا الشيء جدا جميل وخصوصا لفوكس ام سي، اتذكر ان 1.12 والاصدارات اللي قبل كانت من اكثر المشاكل اللي كانت تصير، ما ادري اذا صلحوها بشكل كبير او لا. لكن تخيلوا انه يكون في بقر بنفس المكان، كلنا نعرف انه راح تصير مشكله كبيره وراح كلهم يدزون على بعض ويحاولون انه يطلعون من المكان، لكن على حسب كلامهم انه سووا لها اوبتمايز، فالان بيقل اللاج بينهم يمكن، وما بيتحركون كثير لو كانوا لاصقين مع بعض. فهذه من الاشياء اللي غيروها، فالحمد لله يا ماينكرافت صلحوا مشكله الانتيتي كرامبنج او كوليجن اللي هو التصادم بينهم. اوكي، طبعا اخر شيء خليت لكم افضل اضافه ضافوها بسناب شوت هذا. لو كان عندك اصدار مثلا 1.16 او عالم 1.17 وتبي تنقله الى 1.18، الان ضافوا الخاصيه هذه، لكن لحد الان
ما خلصت، فبجرب الآن بعالمي فوكس ام سي، بنقله من اصدار 1.17 الى 1.18 بس ان شاء الله ما يكون خرب. طبعا سويت كوبي الفوكس كرافت، هذا هو الكوبي وهذا الاساسي، فالكوبي اقدر اسوي جيم مود، اقدر افجر العالم، اقدر اسوي اللي ابي. خلونا ندخل الحين العالم وبسوي جيم مود وبوريكم كيف راح يكون شكل العالم الحالي. طبعا ما راح يتغير اي شيء هنا، لكن لو استكشفنا مكان جديد ممكن يتغير. ايضا الكهوف راح تتغير، لو تلاحظون انا هنا الخايف منه انه كيف راح يكون الارضية والاشياء اللي حفرتها والى اخره. فراح نفتح الحين ب 1.18 ونجرب الكونفرجن اول شيء جديد. فيلا بسم الله الان ندخل 1.18 ونشوف. هذا عالمي وفوكس كرافت، يا رب انه ما يخرب بس ان شاء الله مو الاصلي. فخلونا ندخل، يقول لي الان راح تسوي تحديث جديد. I know what I'm doing. حين بيقرا العالم وبيسوي ريلود للكهوف، للبلندنج، للبيومات الجديدة، للبيومات القديمة. فبسم الله نشوف ايش راح يصير فيه. لو تلاحظوا الجنريشن مره مطول، يا رب انه يكون حلو. حطوا لي توقعاتكم تحت يا جماعه بالكومنتات، كيف راح يكون العالم؟ هل تتوقعون؟ الو الو انا فين؟ الو عالمي؟ لا لا قاعد يسوي ريلود. اوكي 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 اوكي. طبعا العالم مثل ما تلاحظون ما اختلف ابدا، قاعد يسوي ريلود لكل شيء، كل الشنكات. الان الشنكات كلها تحدثت وصارت 1.18. الان بندخل بنسوي سبكتيتر مود مره ثانيه وشوف ايش بيصير تحت. ويلا نجرب. تان 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 تان. شوف الكهوف كيف صايره، تداخلت الان وصارت بدال انها تكون بدرو صارت الكهوف الجديده رسبنت تحت الارض. لو تلاحظون هنا ما رسبن شيء لان انا كنت بحفر هنا، بس لو تلاحظون الكهوف الجديده رسبنت وموجوده حاليا. ممكن يكون في مشاكل بالرسوان لان اشوف كلها هنا انا على ارتفاع ماينس 36، كل ستون هنا اتوقع بيغيرونه بعدين. تلاحظون الكهوف الجديده كلها رسبنت، شوف هنا في دايموند، في اشياء كثيره. ودي اشوف الشنك القديم والجديد. اوه ما في بدروك اصلا، اتوقع البدروك لحد الان ما سووه ولا مشكله تعتبر، والله ما ادري، بتوقع هذه مشكله بيصلحونها بعدين. تلاحظون العالم مره صار كبير وشيء جدا خرافي، يعني انا ما توقعت التغيير اللي بيصير حاليا. ريلز ما اختلف عليه، هنا اتوقع رسبون جديد للعالم وهنا الكهوف الجديده. طبعا الان بشوف البايوم بلندنج. وش البايوم بلندنج يا ريد فوكس؟ تخيل هذا مثلا بايوم قديم وعندك عالم جديد بيترسمن بعد شوي، فبنشوف كيف راح يكون الالتقاء بين البايومات الجديده والبايومات القديم. نروح مكان بعيد مره لان انا استكشفت اصلا اغلب عالم فوكس كرافت. روح قدام اخر شيء، روح ولا يهزك ريح، روح روح يا ريد فوكس روح. والله ما ادري لين متى بنمشي. تلاحظون هذا ما ادري وش هو، طبعا رحت على ارتفاع ماينس 5000 ولحد الان ممكن ان هذا مو بايوم جديد، والله ما ادري. خلونا نسوي لوكيت بايوم لوفتي بيكس مثلا او البيومات الجديده، ما ادري ايش غيروا اسمها. طلع مثلا ويند سويبت فورست، لو انتقل هناك لو تلاحظون هذا ممكن انه يكون البيوم الجديد، فاتوقع هذا التقاء بين بيومين، بيوم قديم وبيوم جديد. تلاحظون الرسبون كيف صاير، والله شيء غريب الصراحه، كيف هذا بيوم قديم بيوم جديد، كيف الالتقاء يكون؟ اتوقع هذا الرسبون الجديد للشنكات الجديده، صراحة مرة خرافي، احسه ما في فرق ابدا، كانك قاعد تلعب اصدار جديد. ودي احول فوكس كرافت ال 1.18، والله ما ادري يا جماعة، لاني قاعد الاحظ العالم اصلا ما في اختلاف بينه وبين ال، يعني ممكن نستكشف البايومات الجديدة والاشياء الجديدة كلها. فمثلا هنا هذا كيف قديم، واضح الاشياء المكان القديم يكون ما في حات الكهوف او اشياء زي كذا. فبدخل العالم جديد وشوف كيف التغيرات، شوف الجزيرة كيف صايرة، واو والله ما ادري هذه جديدة قديمة. ايه الان دخلنا على بايومات جديدة، لاحظوا ما في اختلاف الصراحة، فوالله جود جوب يا موجانج، والله سووا شيء جدا خرافي، والان تقدر تحدث عوالمك القديمة إلى الجديدة، لكن انتبه لا تسويها لحد الان، لأن لحد الان تجريبية، فلحد الان ما خلصوا منها، فبس لا تنسوا لايك واشتراك إذا مو مشترك، انشروا المقطع لأخوياكم عشان يعرفون الأشياء الجديدة مايكروفت الجوال، مايكروفت الكمبيوتر. ويلا نراكم على خير، مع السلامة.